السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم انا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، يعني بحضور محرز التشكيله الاساسيه المتوقعه لمان سيتي امام لايستر سيتي، امام النادي اللي عاش معاه يعني تاريخ كبير، يعني عنده استوار معاه فريق، وين يستعد نادي مانشستر سيتي للاستقبال، يعني نادي لايستر سيتي يعني غير اليوم على الملعب الاتحاد لحساب الجولة 31 من الدور الإنجليزي الممتاز بأهداف متباينة للناديين. فلايستر يبحثون عن الفوز للضغط على المتصدر أرسنال ومحاولة تقليص الفرق، في حين أن الثعالب يبحثون عن نقاط تعيد لهم الأمان في تفادي الهبوط إلى الدور الدرجة الأولى، يعني الدرجة الأولى يعني الدوزيام ديفيزيون. بكون راهم يحتلوا مرتبة ماشي مليحة على بالك، والله مرتبة ماشي مليحة على بالك. لايستر سيتي يحتل المركز 19 ما قبل الأخير برصيد 25 نقطة فقط، وبفرق نقطتين فقط على المتذيل سومهامبتون. يعني ماشي زعاقة لافون ديرني 19 دقيقة، يعني فرق يعني فرق نقطتين برك، حاجة قليلة شوية طاح وتبلي بلي طب صح. مازال كو يربح لي ماتش هادو، يربح خمسة ولا اللي بقاو هادو يسلك روحو، بصح ما نعرف. لايستر سيتي وين يستعد نادي مانشستر سيتي يعني لاستقبال نادي لايستر سيتي يوم على ملعب الاتحاد لحساب المرحلة 31 من الدور الإنجليزي الممتاز بأهداف متباينة لناديين. فالسيتي يبحثون عن الفوز للضغط على متصدر أرسنال، يعني اللي راح يربع عليه بثلاث نقاط فقط، والتقليص الفرق، في حين أن لايستر سيتي يبحثون عن نقاط تعيد لهم الأمان يعني في تفادي الهبوط إلى الدور الدرجة الأولى، يعني وين ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب البريمير ليج برصيد 67 نقاط بفرق 6 نقاط على أرسنال، مع توفر كتيبة غوارديولا على مباراة مؤجلة أمام ويست هام، في حين ان على ذيك نقولوا تاع واسط هي كيما هكا كنا نحسبوا هي يربح اليوم وزيد يربح تاع واسطها مباراه واللي هرب 3 بوا برك. هذه اللي صعيبه على ارسنال، هو كيما هكا 6 نقط بصح، في حين ان لايستر سيتي يحتل مركز 19 وما قبل الاخير برصيد 25 نقطه، يعني فرق كبير نقاط قليله. نقولها ما لعبوش لوغا، ما لعبتوش مكنتوش تلعبو نتوما لايستر سيتي. ان شاء الله بربي نشوفو محرز، نتمناو محرز يلعب وصحيح، يعني نحوس محرز يلعب. لا محرز انا تبان لي بلي غادي يلعب، غادي مام اولوند ما يدخلش، غادي يريح مام اولوند ما يدخلش، ما يحوش عليهم. لايستر سيتي غادي يقراهم في السما. لايستر سيتي باين ماهوش نادي على بالك، ماهوش نادي سهل. وتوقعت وسائل الإعلام الإنجليزية أن يلجأ يعني المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا إلى بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية المقارنة بذلك الذي شارك في مواجهة الدور أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ 3-0 يعني يوم الثلاثاء الماضي، وفي مقدمتهم إعادة الدولي الجزائري رياض محرز إلى حساباته بعد أن اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء في مواجهة نادي الباباري الأوروبي. وين عانى رياض محرز صاحب 32 عام من عدم مشاركته بانتظام في آخر 6 مباريات من الدور الإنجليزي الممتاز، حيث جلس على دكة البدلاء ولم يغادرها في 3 مباريات، يعني وشارك أساسي في مبارتين ودخل بديل في مواجهة أخرى، كما أنه لم يترك انطباع جيد في المواجهة الماضية أمام سومهامبتون لحساب المرحلة 30، ما اضطر غوارديولا إلى استبداله بعد 59 دقيقة فقط. يا صاح لما ما لعبش مليح أمام سومهامبتون،
ما لعبش مليح سبحان الله، ساعات نربحو قيلا بخمسة ولا ما لعبش مليح، ما دارش محرز، ونقولوا بلي ما دارش، كاين اللي قال كلهم يا ولدي ما دارش عرفت تربح علي، شو دي هذا بيناردو سيلفا مالك ربح 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 الأخرى، ربح كي يسموها بيناردو سيلفا، ربح بايرن ميونخ أو دعمي، بيناردو سيلفا ما خلاش ناس يعني تنتقد غوارديولا ولا ينتقدو ولا يقول لك محرز ولا يقول لك. بلع كلش بلع كلش كاع المنافس بلع بيناردو سيلفا هذه هي ما لعبش بلي انا زعم الواد انا درت فيديو 10 دقائق نهار لعب كونترو محطون شا قلت يا ودي يا جماعه ما لعبش ما دارش قلت لهم بلي يا ودي محرز ما دارش خرجوا ناس تمكمون تتكره فهانيك ردوا فهانيك رديتونا نكرهوا محرز فاني كي نقولوا هذيك العاجب بل خافت قارو غي واحد يهدر على حاجه ايه بل خافت دورو فاني قديتونا نكرهو محرز يقولوا بلي محرز ما دارش محرز كنترو تهدر معايا يقول لك واه ما درتش مليح صحيح تبقى تشوف نتايا كيفاش بيناردو سيلفا كيفاش دار يعني دورات وعليكم السلام وتعد يعني مشاركة قائد المنتخب الجزائري أمام فريقه السابق حسب المحللين فرصة سامحة له لاستعادة ثقة بيب غوارديولا قبل مواجهة الإياب في الدور الأبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل على الملعب يعني أرينا من أجل العودة للمشاركة في المسابقة المفضلة وتعزيز أرقامه التاريخية وهو الذي يطمح لتتويج رفقة السيتي بلقب النسخة الحالية. حنا نشوف نقول لكم كلمة نقولها لكم عندي واحد الآمال كبيرة آمال كبيرة 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 خاطر على غوارديولا يخلط دير مني دير مني عندي آمال كبيرة محرز غادي يلعب دونتري أمام بايرن ميونخ وعقلوا عليها مليح ولا يتوفر محرز على على سجل مشاركته الدائمة في مسابقة الدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث بدأ في يعني بدأ 14 مباراة فقط أساسي من أصل 29 مباراة ممكنة كما دخل بديل في 7 مباريات وجلس على دكة البدلاء في 8 مباريات كاملة لكنه مرشح للعودة هذه المرة أساسي أمام لايستر سيتي للتواصل يعني للتواصل غياب في يعني فوندين ورغبة غوارديولا في إراحة بيناردو سيلفا ويجدد الذكر أن رياض محرز سجل يعني 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها مع السيتي في البريمير ليج منذ بداية الموسم الجاري. التشكيلة الأساسية متوقعة لمانشستر سيتي في مباراة لايستر في الحراسة صح إيديرسون هذاك خط الدفاع جون وروبن دياز ومانويل يعني ويزيد وين ناتان خط الوسط دي يعني قولوا بلي ما صح جوليان صح كاين جوليان كاين محرز جاك اولوند خط الوسط ما تنجمش تعرف شا كاين غادي يدير رودريو ولا ما تنجمش تعرف شا يدير صعيب ذاك غوارديولا ودع ما تنجمش تشوف التشكيله باش تهدر على التشكيله والله صعيبه باش تدخل تهدر على التشكيله صعيبه انا نقولكم ماشي سهله والله ما سهلة دعوة لازم لها لازم العمل سي محرز لازم العمل خويا خدمة مليحة لازم واحد يخدم على الله حنا نشوفو على الله على ربي إن شاء الله خاطر على منتخب حنا هذا حنا ما يهمناش يعني في النادي تاعو يلعب مليح ما يهمنيش انا يتريب لي يدير كونترول يدير اخر لا انا يهمني في المنتخب الوطني الجزائري يعني قاعد الصوالح حنا يهمنا في المنتخب الوطني حنا يهمونا حنا كي يلعبوا يهمونا يكونوا ملاح مع المنتخب الوطني الجزائري هذا مكان حاجه وحده اخرى وما راهم يخدموا والله الله يسهل عليهم كل واحد الله يسهل عليه هذه هي الله بنات تبعوه ونشوفوا شاب وين توصل نتبعوه وين توصل يا ما خاص والو حنايا تعطوا لكم ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي
صحيتو صابتكم.